السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم أكيد غتزيديها اللائحة ديال الوصفات المعتمدة اللي جربتيها، وصفة أو أكلة كتجي رائعة جدا اللي ممكن تديري فيها غير شوية ديال الدجاج فقط، جديدة سهلة في التحضير وكتوجد بسرعة. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من أول فيديو للآخر ديالو. اول حاجه غناخذوا البصله، وكتبقى الكميه ديال المكونات كامله على حسب عدد افراد الاسره والمتوفر. طبعا هنا عندنا جوج بصلات متوسطين في الحجم او وحده كبيره، غنقطعوها شرائح رقيقه باش كتجينا معسله ملي كطيب عن قرب، وممكن تشلضوها بالطريقه اللي بغيتو. صافي غادي نستمر كنشلضهم بجوج، ومن بعد غادي نديرهم في الطبق اللي كيدخل الفرن كما كان كما بغيتو، يعني الشكل ديالو دائري او مربع او مستطيل او اوفال، مهم نتوما وعلى حساب اللي توفر لكم، غير يكون استصلاح انه يدخل الفران. كاين ديال البديع وكاين هادو ديال الزاج. غادي نوزعو هكذا من التحت، وغادي ناخذو كطبقه ثانيه غادي نديرو نوجدو ليها تشرميله، يعني البطاطا والدجاج. فغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الموطارد كما لاحظتو ما عمراش بزاف، غادي نزيدو معها شويه ديال الهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيدو كيتشوب، بالنسبه للكيتشوب الا ما عندناش وبغينا نعوضوه بشي حاجه اخرى فغادي نديرو مطيشه ديال مصبره مع شويه ديال العسل، كتعطي تقريبا نفس الخاصيه ونفس الاضافه اللي بغينا نزيدو. غنزيدو شويه ديال بودره ديال الثوم الا ما كانش، لا كانت طبعا الا ما كانش غنكتفيو بالثوم العادي. هنا عندنا اعشاب منسمه، ممكن ديروا اي اعشاب بغيتوها، يمكن حتى الربيع يعني المعدنوس والقزبر، او ديروا هكا بروفانس او زعتر الزير اللي بغيتو اللي توفر لكم ديروه. زدت شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق. بالنسبه لراس الحانوت ممكن نعوضو بالعطريه ديال الشاورما ولا ديال الدجاج، ثومه تقريبا جوج فصوص حتى لثلاثه على حسب الحجم او الكميه ديال البطاطا والدجاج اللي غديرو، سكينجبير، شويه ديال الكمون ما نكثروش غير شويه، خرقوم او كركم، تحميره او فلفله حمراء، والبزار. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو. غادي نخلطو، ومن الضروري نزيدو الماء لان غنطيبو على نار مجهده، مغاش نطيبو على نار مهيله، كنا نطيبو على نار مهيله غادي نديروش الماء نهائيا ونخليوه يطيب غير في البصله والماء اللي غيطلق الدجاج. دابا حنا غادي نجهدو العافيه بزاف، فغندير تقريبا واحد نص كاس ديال الماء، غادي نضيفلو هذيك الشرميله اولا غنديرو فيها بطاطا، من الطبقه هي تكون الطبقه الثانيه، فغندوزوها فيها باش تجينا بنينه. كناخذو بطاطا وكنقطعوها بحال هذا الشكل، ما تكونش غليظه بزاف باش ما تاخذش لينا الوقت الطياب، وما تكونش رقيقه بزاف اكثر من القياس باش ما تيبش. بحال هكذا كما كتشوفوا عن قرب، وديروا الكميه اللي بغيتو. درتو الدجاج قليل بزاف ديروا البطاطا كثيره، درتو الدجاج كثير ديروا بطاطا قليله. كانت الاسره كبيره راكم غتزيدوهم بجوج اولا غتنقصوهم بجوج على حسب عدد افراد الاسره. كنكرر اللي كتجي بنينه يعني ما غتسخاوش بها، فديروا الكميه اللي تشوفوا انها يعني تقدروا تستهلكوها. صافي هنا بعد ما شرملت ديك البطاطا ديك التشرميله غادي نديرها وانا غنستفها بهذا الشكل فوق البصله، ومن بعد عاد نشرملو داك الشيء اللي كيبقى لينا الدجاج ديالنا اللي كيكون طبعا مغسول من قبل، كل واحد كيغسلو بالطريقه ديالو، الحامض او السكنجبير او الحامض والملحه والسكنجبير او غير الملحه، يعني كل واحد كيفاش كيغسل الدجاج ديالو. انا دائما كنرقدو غير في الحامض والملحه ونخليه لمده طويله، يعني واحد على الاقل واحد 4 سوايع، ونخليه في الثلاجه ديال الحر سخون، ومن بعد نحكو بالملحه مزيان ونسقطرو ونديرو في المجمد. هنا كناخد الدجاج وكنديرو فهاديك الشي اللي بقى ليا، هنا عندي 4 ديال القطع او 5، مهم يعني بحال هاد الاطباق ديال الفرن
ديال الدجاج كي خاصهم الدجاج يكون كثير، فهذه ممكن انك تكثري البصله والبطاطا وديري غير الكميه اللي عندك، ماشي شرط يكون يعني طبق اولا داك صفيحه ديال ولا المول ديال الفران تعمريه. ممكن انك ترقديه في الترميله من قبل وتخليه من بعد ما تبغيها طيبيه او مباشره، ومن الاحسن الى ضربتي داك الدجاج او شقيتيه بالموس مزيان وعاد شرملتيه، نكون شقاه من قبل يعني بعد الشقيقات هكايا صغار باش يجيو مشرب من الداخل. صافي غادي نستفوهم بهذا الشكل وغادي نزيدو الزيت، انا زدت حتى الاخير ما بغيتش نديرها مع التراميله باش يتشربها مزيان، وديروا زيت نباتيه او زيت زيتون او تخلطوهم اللي بغيتو. وكنشعلوا الفرن يسخن من قبل، وضروري ما كنغطيو المول او الصفيحه بورق الطبخ هو الاول، عاد كنديروا بابي الومنيوم اوراق ورق الالومنيوم كما العاده، ضروري نسدو مزيان باش من جهدو العافيه كيرجع ليه الصاد وكيطيب وكنشف داك الماء اللي فيه في نفس الوقت، ولكن الا خلينا عريان غادي يتخطف غادي يتحرق وما غاديش يطيب نهائيا، اذا ضروري ما يتغطى. وندخلوه، انا درت 250 درجه وخدمت الفرفار يعني وطاب بسرعه، اللي عندها الفرن ديال الغاز ف غادي ديرو من الفوق وتغطيه بهذا الشكل وتجهد العافيه كذلك، وردوا له البال راه طيب دغيا بطاطا كطيب دجاج كيدخلو طياب تقريبا واحد نص ساعه، وكيبقى على حساب كيف مقطعين الدجاج ديالكم واش قطع كبيره اولا صغيره. انا اختلي نص ساعه بعد ما طبعا كان سخون مزيان، يقلبوه تتاكدوا، ومن بعد ملي يبان لكم دخلوه الطياب وتقلبوا بطاطا والدجاج كتعريوه وكتخليوه يتحمر يعني بجوج، كتلقاو ديك البصله تعسلت مزيان والبطاطا طابت والدجاج كذلك خاصو غير يتحمر. ممكن الا بغيتو يكون محمر اكثر دهنوا شويه الزبده ولا شويه ديال خليط الزبده والكيتشوب، انا كسافيت الا عديتو خليتو تحمر هكذاك ما زدتلو حتى شي اضافه، وهذا الشكل النهائي كيجي طايب مزيان ولذيذ بزاف بزاف. زدتلو شويه ديال الزيتون كان عندي مقطع بالعظم اختياري طبعا. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها. شكرا لكم دائما على الدعم المتواصل، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.